اتكلمنا في chapter 4 عن ال joint cost allocation, واتكلمنا ان احنا to allocate ال joint cost we have three methods: ال physical output و relative sales value and net realizable value. وشفنا ازاي كل طريقة بيتم استخدامها عشان نعمل allocation لل joint cost. نرجع تاني ونقول ان joint cost هي cost incurred in a process that will yield several different products. طيب during the production process بيظهر عندي product arise incidentally in the production process, يعني بيظهر فجأة في عملية الإنتاج ومش معمول حسابه, أو ب relative sales value قليلة جدا فما أقدرش أحمله بتكاليف joint cost. زي مثلا انا شغال في production of food مثلا وطلع عندي left overs اللي هي الاخشاب اللي هي النشارة والاجزاء الصغيرة. طب دي انا ده مش main product, ده by product. يعني ايه by product؟ يعني product incidentally موجود في ايه؟ عملية الانتاج. نعمل فيه ايه؟ هل نحمله ب joint cost ونعمل له income statement؟ اكيد لا طبعا, لان ال value بتاعته قليلة جدا related للايه للمين برودكتس. طب بيتعامل ازاي, او المعيار قال ان الباي برودكتس هتتعامل ازاي؟ والله we have two options, عندنا one of two options. ايه هم؟ يا اما استخدم الباي برودكت in order to reduce the cost, the joint cost اللي هي الكوست اوف المين برودكتس, يا اما البيع او القيمه البيعيه النت ريلايزبل فاليو بتاعت الباي برودكت دي اظهرها في الانكم ستيتمنت كاذر انسيدنشال انكم, يعني تبقى ايه مكسب لوحدها كده جاي لي وتتحط في الانكم ستيتمنت. الطريقه دي او الطريقه دي. طيب ازاي؟ يعني انا دلوقتي عندي مثلا جوينت كوست 110,000 وانتجت برودكت اي وبي واكس, اكس ده جوينت كوست يعني ظهر incidentally in the production process. X ده هقدر تكلفته عليا 10,000 جنيه وهقدر ابيعه ب 20,000, يبقى النت ريلايزبل فاليو بتاع X 20 ناقص 10 10,000 جنيه. استخدم بقى القيمة البيعية النت ريلايزبل فاليو بتاعت X دي في ايه؟ يا اما اكتبها في الانكم ستيتمنت 10,000 جنيه اظهر incidentally income, او ان انا استخدم ال 10,000 جنيه دي اللي هي النت ريلايزبل فاليو بتاع الباي برودكت تو ريديوس الجوينت ايه الجوينت كوست. اتفقنا؟ طيب تعالوا نطبق ده عمليا بقى ونشوف هاو ذا باي برودكت ويل بي تريتد. افتر فينيشينج ذا ليكتشر هنزل لكم 3 اور 4 بروبلمز هتحلوهم, وعندنا محاضره ثانيه ان شاء الله يوم السبت نتكلم فيها عن البحث والمواضيع بتاعت البحث والافكار اللي احنا هنقدر نطلعها كبداية ان شاء الله. انا عارف طبعا لسه شوية بس تبتدي تشتغل فيه من دلوقتي عشان تبقى شلت من عليه جزء كبير. تمام؟ طيب بص يا جماعة, عندي شركة اسمها Fine Foods Industries has three products derived from the same production process. However, each product require additional further processing beyond the split off. واحنا قلنا split off point هي البوينت اللي عندها each product became separately identifiable. عندي two main products X and Y وعندي by product اللي هو اسمه Z او ZZ. The cost incurred before the split off point, اي تكاليف بنتحملها قبل ال split off $20,000. The cost incurred beyond, يعني after the split off point, and the revenues for each product. ده الكوست وده الريفنيو ودي البرودكتس. قال لي allocate present schedule for the net income for each product using the net realizable value. طيب احنا دلوقتي هنفترض ان الكوست بتاعت الجوينت كوست will be used to reduce the joint cost. طيب انا عندي product joint cost 820, عندي product X, Y, and Z, وعندي sales revenue. قال لي net realizable value لو تفتكروا, يبقى علشان اعمل allocate بال net realizable value, net realizable value هو ايه؟ هو ال final sales value minus the further processing cost. هو مديني هنا further processing cost
ومديني السيلز فاليو مش ريفينيو بقى هنعدلها دي سيلز فاليو اللي هي اول يونتس برودوسد ملتبلاي اليونتس سولد. طيب اعمل ايه؟ هل الجوينت كوست 820؟ لا. ليه؟ لان انا هستخدم زي ما اتفقت معاكم النت ريلايزابل فاليو اوف ذا باي برودكت اللي هي احنا هنبيع بسيلز فاليو قد ايه؟ 800 8200 ماينس كوست قد ايه؟ 11200. يبقى ده معناه ان النت ريلايزابل فاليو $7,000 نت ريلايزابل فاليو اوف ذا باي برودكت ويل بي يوز تو ريديوس ذا جوينت كوست. طيب جوينت كوست قد ايه؟ 820 هنقلل منها 7 هتبقى 813,000 وهي دي اللي هنتعامل معاها بعد كده وهي دي اللي هنوزعها على X and Y using the net realizable value. طيب ازاي؟ عادي جدا يلا نجيب net realizable value ونوزع ال joint cost the X and Y the total final sales value minus ال additional processing cost هيديني النت ريلايزابل فاليو ذات ويل بي يوزد از ا بيز تو الوكيت ذا جوينت كوست. يبقى هنعمل هنا 830,720,000 ماينس ذا اديشنال كوست 250 ماينس ذا اديشنال كوست 700 additional cost هنا 300,000 هنا 250 نجيب ال net realizable value هيطلع لل product الأولاني ده ال base اللي أنا هوزع على أساس ال joint cost هجيب weight بعد كده allocate the joint cost اللي هي 813 مرة في ده ومرة في ده يبقى أنا وزعت joint cost. اتفقنا؟ في حد يقول لي لا أنا نتعامل عادي على أساس أن joint cost 820 ونكمل التوزيع بتاعنا عادي مفيش أي مشكلة وال 7000 net realizable value بتوع buy product حضرتك حطهم لي في ال income statement مرة واحدة ك other income. تمام؟ احنا نتعامل بده او ده الا لو هو حدد لي. اتفقنا؟ طيب هنزل لكم problems وتحلوها وتنزلوا لي الانسرز بتاعتها وزي ما اتفقت معاكم عندنا محاضرة تانية يوم السبت ان شاء الله. طيب هنا عندي product الجوين كوست بتاعتي 12,000 وهنتج 1,000 طن. الألف طن دول ممكن ما يطلعوش 1,000 طن ممكن يطلعوا 800-900 الباقي ده بنسميه نورمال لاس او اب نورمال لسه هتاخدوه ان شاء الله في سنة رابعة في الكوستنج سيستمز. ما تفرقش معاك الويست هنا طلع وملوش فاليو ماليش دعوة بيه. تمام؟ يعني هنا طلع لي الألف طن دول طلعوا لي اوتبوت قد ايه؟ مين برودكت 1,200 2,400 وباي برودكت 300 والويست 100 200 400 600 300 و100 1000 ممكن يطلعوا 900 مالكش دعوه بالفرق خلاص. طيب الويست ده زيرو فاليو زيرو فاليو يعني ملوش فاليو فكانه مش موجود. الباي برودكت ده السيلز فاليو بتاعته 1000 وافتر بروسيسنج 1000 وفاينل 3 يبقى احنا هنبيعه باني ايه؟ بالنت ريلايزابل فاليو اللي هي الفاينل سيلز فاليو ماينس الفردر بروسيسنج كوست يبقى الالفين دول. الالفين دول هعمل بيهم ايه؟ قلنا هنقلل انكم ستيتمنت اندر ايتش بيقول لي هنقلل الايه الجوين كوست اللي هي 12,000 يعني الجوين كوست اللي هتتوزع على ده وده 10,000 بس وتكمل عادي جدا سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. وهنزل لكم كمان المسألة دي
دي مسألة متهيألي انتوا تقريبا حلتوها، مش فاكر، هنزلها تاني برضو. عندي cost of material per 1000 liter والprocessing cost 500، يبقى الاثنين دول هم الجوين كوست طالما قبل الايه السبليت اوف بوينت. وعندي الفاليو اوف برودكشن، وعندي الاول برودكشن سوري، عندي السيلز فاليو، عندي الفوردر بروسيسنج، وعندي الفاينل. ده توزيع عادي بالفيزيكال اوتبوت وبالسيلز فاليو والنت ريلايزبل فاليو. تمام. طيب انا هنزل لكم البروبلمز ونحلها مع بعض وتنزلوها لي على البوست اللي هنزله لكم. اتفقنا؟ اشوفكم على خير.